مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الأزمة السياسية في اليمن والتدخل الإيراني فيها، معنا من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياكم الله. رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني يتحدث اليوم من العراق صراحة عن الدور الإيراني بدعم ميليشيات معينة وعلى رأسها ميليشيا الحوثي. إلى أي مدى تهدد هذه الميليشيات مفهوم استمرارية الدولة في بلدان عربية وعلى رأسها كما نشهد اليوم اليمن؟ كما تعلم أن إيجاد فاعل غير الدولة في المنطقة العربية هدف استراتيجي ل يعني مؤاكلة جملة من المشاريع، منها اولا يكون هذه الدول التي كانت تحمل مشاريع وطنيه وقوميه واسلاميه. هذه المشاريع الثلاث لتتاكد ان المشروع الوطني يعود الى المشروع الطائفي والمناطقي، بمعنى ان نعيد الدوله الوطنيه الى مرحله السنه والشيعه والاكراد والعرب والمسيحيين والمسلمين. نعم. ونقوم بسلام، هالشيء يؤدي إلى عدم اكتمال الدولة. ثم يصبح الحديث عن مشاريع إسلامية ومشاريع قومية عربية ضعيفة الاحتمال، نظرا لأننا عنصر رئيسي لهذه المشاريع هو إيجاد دولة وطنية. إذن إيران تستهدف المنطقة العربية ومن خلال إيجاد حزب الله والحوثيين ودعم الأسد في سوريا ودعم كل الفاعلين غير الدولة، بمعنى أنك تضعف الدولة وتوجد دولة في الدولة. ولهذا العراق أصبحت مجالا إيرانيا، نظرا لأن العرب أو الدول العربية تركت العراق وحيدا بعد التدخل الأمريكي ثم سلمت العراق إلى إيران، وبالتالي الآن أصبحت العراق مهيمن عليها أو تم مصادرة إرادتها، وأصبحت الإرادة تدار من طهران وليس من بغداد، وأصبحت الميليشيات تتخادم مع حزب الله وتتخادم مع الحوثيين، وبالتالي هناك عودة عربية للعراق. وينبغي أيضا أن ندعم الدولة في العراق وأن نعيد صياغتها، لأن إيران تتحرك بشكل دائم ولها استراتيجية واضحة، ونحن إذن دعم إيران الفاعلين غير الدولة يحقق مصلحتين، يسمح لها بالتدخل الاستراتيجي في المنطقة وتتفاوض مع المجتمع الغربي والدول الإقليمية من خلال سيطرتها أو وجود لها وكلاء محليين في بغداد واليمن ولبنان وسوريا. طيب دكتور، هنا ألا تجد أن يعني رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أراد إيصال رسالة معينة إلى إيران من العراق من بغداد في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني؟ هو طبعا الخطاب لو كان هو قام بزيارة رسمية إلى بغداد وأعطى بهذا التصريح كان الأمر يختلف، لكن هو يتحدث الآن في إطار يعني اجتماع برلماني أوسع من الزيارة الرسمية، وهو لم من الطبيعي جدا يتحدث في الخطاب سواء كان في بغداد أو في أي دولة أخرى. نحن يعني الذي يهمنا الآن ما تحدث به البركاني شيئا معروف وواضح، في ونحن نشاهد الآن تعطيل الدولة في لبنان وتعطيل الدولة في العراق وتعطيل الدولة في سوريا وتعطيلها في اليمن. هذا ملاحظ، نحن بحاجة إلى استراتيجيات وليس إلى خطاب. عندما يخاطب الآن أن إيران تدعم حزب الله أو تدعم الحوثيين، هو لا يكشف شيء جديد. ما هي الاستراتيجية المتبعة؟ الاستراتيجية المتبعة، الأول خطوة لمواجهة هذا المشروع ليس بتوجيه خطاب، وإنما أولا بحماية يعني ظهر المملكة العربية السعودية وعمقها الاستراتيجي بإضعاف الحوثيين حد الاختفاء، ومن ثم عندما يتم إيجاد يعني ضمان عدم وجود خطر محيط المملكة العربية السعودية نستطيع أن نتحرك إلى سوريا وإلى العراق وإلى بقية وإلى لبنان واستعادته. لكن الآن السعودية تستنزف وإيران لن تتنازل، ونحن لسنا بحاجة إلى خطابات، نحن بحاجة إلى استراتيجية. لا يمكن بعد كل هذه العقود نحن نحمل إيران. ما إيران
لديها استراتيجية تخدم هذه الاستراتيجية، حققت أهدافها. طيب دكتور، في هذا الإطار، واستمرار الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق اليمنيين، اليوم صدور أكثر من 300 حكم بالإعدام، والحوثيون يستمرون بخرق الهدنات الأممية باستمرار دون الانصياع لها، ألا يدفع هذا الغرب لاتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه الحوثيين؟ الحوثيين لديهم معلومات دقيقة من خلال التواصل ومن خلال الاستراتيجيات أن هناك توجه دولي للحفاظ عليهم، معنى أن بقاء الحوثيين وحزب الله والنظام السوري هم قادرين على إزالته، وكذلك بقاء الميليشيات في العراق يخدم المشروع الغربي، لأن كما تعلم لدينا الآن رئيسيين. دعنا نكون واضحين، وجود هذه الدول، الدولة الضعيفة اللي فيها دولة في الدولة، ووجود سنة وشيعة وعرب وأكراد، هذا يجعل الدولة ضعيفة ويسمح لهم بالتدخل في هذه الدول لمكافحة داعش، لإيجاد تسوية سلام، للسيطرة على أنابيب النفط. كما أن هذا الوضع غير مستقر يقوم بإيجاد هجرة باتجاه أوروبا، بحيث أن أوروبا بحاجة إلى أيادي عاملة وإلى قوى عاملة تقوم بتحريك وتفعيل اقتصادها، هي بحاجة إلى أيادي عاملة. هذه الهجرات ولكن أبواب الدول الأوروبية أغلقت في وجه اللاجئين اليوم. لا، المسألة أنه أكتف هناك اكتفاء من اللاجئين، هم استوعبوا، فجروا الحقول السياسية والوطنية، تم تفجيرها، تم إيجاد واقع هش، ثم تم استيعاب ما يحتاجون، ثم خافوا من هذا الاحتياج، قاموا باستيعاب جماعة من أوكرانيا، بحيث تم التوازن بين المسيحيين والمسلمين بهذه الدول، يعني هناك حسابات. نحن في أوروبا، نحن الآن في أوروبا وندرك ما هي الحاجة الاقتصادية إلى قوى شابة وعاملة، وهذا تم أيضا حتى في بداية القرن، عندما في الخمسينيات والستينيات احتاجت بعض الدول الأوروبية إلى أيضا استقلاب كثير من القوى العاملة من شمال أفريقيا، من المغرب والجزائر وإلى آخره. إذن الدول الغربية تتواطأ، لأن انظر، هل لا يدركون أن تم استهداف الشعب العراقي تحت مبرر النووي ولم يوجد؟ ألا يلاحظون أن إيران تدير الملف العراقي؟ الحوثيين زرعوا ملايين الألغام، استولوا على المال العام، استولوا على أموال البنك المركزي، يختطفون الصحفيين، يعني يقومون بإعادة تربية نشئ متطرف عقائدي، هم يشاهدون ذلك، لكن هذا يخدم مصالحهم. مصالحنا نحن العرب ونحن النخب السياسية، علينا نحن من نرسم هذه الاستراتيجيات، ولا نضع استراتيجية خطابية، نضع استراتيجية خطابية بلغات أجنبية تضغط على الخارج الذي يدرك أنه يعني نعم، هناك مشكلة خطيرة ومسألة وأزمة مستمرة. من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.